إذا قيل لك هل كلمة لا إله إلا الله تحرم العبد على النار؟ فقل نعم، لكن التحريم إما أن يكون تحريما ناقصا كما قال شيخ الإسلام، وإما أن يكون تحريما كاملا. فإذا كان للعبد ذنوب فلم يغفرها الله عز وجل له عذبه بها، ثم المآل إلى الجنة، فيكون التحريم ناقصا. لكن إن لم يكن هناك ذنوب أو كانت هناك ذنوب فغفرها الله له، فيكون التحريم على النار تحريما كاملا. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كانت بغية العبد إلى الله، يعني العبادة بغية كاملة، كان التحريم على النار كاملا. وإذا كانت البغية والعبادة لله ناقصة كان التحريم ناقصة. وخذها قاعدة في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فباختلاف الصدق يكون دخولك إلى الجنة. حديث: إذا كان خالصا من قلبه، إذا كان مستيقنا بها قلبه. وعلى هذا فقس.